معي من القامشلي العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا تقدم بمحافظة الرقة، أنتم على أطراف حي الروضة، تم استعادة حي اليرموك، ماذا يمكن أن نعرف كتفاصيل إضافية وعن الخسائر البشرية التي لم تردنا بمعركتكم هذه؟ أولا تحية لك والمشاهدين. بالنسبة لمعركة الرقة، تقدم قوات سوريا الديمقراطية بشكل مستمر في جميع الأحياء ومن كافة الأطراف. الآن بعد تحرير حي اليرموك تقاتل قوات سوريا الديمقراطية بشكل نسق كامل من الناحية الغربية. الآن التقدم بشكل منتظم، بالإضافة إلى وجود قوات التحالف والقوات الخاصة الأمريكية، دخول طيران الأباتشي على الخط. نحن نهتم بشكل أساسي بموضوع المدنيين. حصرنا عدد المدنيين نتيجة معلومات استخباراتية أنه تجاوز 25,000. نحاول إخراجهم من الأحياء الباقية في المدينة لتسهيل تقدمنا بسرعة وتحرير رقة بشكل سريع. القوات من كافة الجهات تعمل بشكل متناغم، إن كان على يمين النهر أو في المناطق الداخلية من جهة الغرب. التقدم في الناحية من الجنوب أيضا تتقدم قوات سوريا الديمقراطية، والآن حررنا 80 كيلومتر بالقرب من ضفة نهر الفرات. نعم، طيب، يحكى اليوم عن، يعني يتساءل كثيرون بأنه إذا سيكون هذا الفصل الأخير مما يجري في سوريا حتى لو كان سياسيا، كيف ينعكس كل هذا على معارككم ووضعكم على الأرض سيادة العميد؟ طبعا ولا أحد ينكر الوضع الحساس جدا الذي تمر فيه المعارضة، إن كان السياسية أو العسكرية. يعني قوات سوريا الديمقراطية تقاتل الآن على عدد من الجبهات، ليس فقط في الرقة، إنما نقاتل أيضا مجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا، خاصة في شمال سوريا بجهة عفرين في عين دقنة، وهناك معارك الآن مستمرة. القصف التركي مستمر ونحن نرد بالمثل. لا يوجد أي تقدم، ولكن هناك حشودات. قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لهذا، ونعمل أيضا بشكل مستمر بالتنسيق مع كافة قوات وخاصة جيش الثوار لتصد مثل هذه الهجومات. وعفرين تعتبر طبعا القوات القتالية فيها أيضا أعداد كبيرة، ولن نسمح للتركي بدخول عفرين أو أي منطقة سورية في الخارطة السورية. نعم، طب فيما يتعلق بالأطراف الأخرى، إن كان قوات الأسد أو أتباعه، اليوم باللاذقية مثلا، ما حدث، إلى أي درجة هو، ما الذي نفهم منه فيما يتعلق بالوضع على الأرض؟ طبعا تعرف ما حدث باللاذقية، منطقة رأس شمرة، والروايات العديدة، كان في تعدد روايات واضح وملفت للنظر بهذا الموضوع، خطأ تقني، ومع ذلك شهدت استنفارا أمنيا كبيرا للمنطقة. قالوا بأنه تفجير، خطأ تقني، تدريبات. لا، في الحقيقة يعني أولا نحن نعتبر نظام بشار الأسد والقوات المشاركة معه إن كان من الفصائل الشيعية هي فصائل إرهابية، وطبعا كان هناك هجوم من قبل الفصائل المتواجدة في اللاذقية في المناطق القريبة من جبل النبي يونس. كان هناك هجومات بالصواريخ، صواريخ الكوتيوشا من قبل المعارضة، وتصدت قوات الأسد لها. نحن في مناطقنا لا يوجد أي احتكاك بالنسبة لقوات الأسد. حاول طيران الأسد طبعا قصف قوات سوريا الديمقراطية. لن يكون هناك أي تنسيق أو تفاهم في تلك المنطقة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام المجرم الذي نعمل أيضا. ممكن أن نصطدم وسيكون هناك معارك إذا تطاولت أو تقدمت قوات الأسد باتجاه قواتنا أو قامت بقصفها بالطيران. نعم، طيب، أنا أشكرك جزيلا عبر الهاتف، عبر سكايب، العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. شكرا جزيلا لك سيادة العميد.